ماذا تعلم عن قاعدة العديد العسكرية الأمريكية الشهيرة في قطر؟ تقع قاعدة العديد الجوية السرية المترامية الأطراف على مسافة نحو 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة القطرية الدوحة، في حال كانت الطرق المكتظة عادة خالية نسبيا من السيارات. تضم القاعدة نحو 11,000 جندي أمريكي، ولا تؤثر في العادة على الحياة اليومية لسكان الإمارة الصغيرة. ولكن بعد التغريدات الصاروخية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبحت هذه القاعدة في قلب الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها قطر. كتب ترامب في تغريدة على تويتر: خلال رحلتي الأخيرة في الشرق الأوسط، قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الإيديولوجية المتطرفة، فأشار القادة إلى قطر. وصبت هذه التغريدة التي تلتها تغريدتان الزيت على النار، نار الأزمة المشتعلة قبل ذلك. كما خلق ترامب معضلة جديدة لإدارته بوقوفه علنا مع السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج، إضافة إلى مصر والمالديف في قرارها قطع العلاقات مع قطر. فقد وضع واشنطن في مواجهة قطر التي تعتبر إحدى أقوى الحلفاء في المنطقة والتي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط. قال كريستيان أولريخسين، محلل شؤون الخليج في معهد بيكر في جامعة رايس الأمريكية، إن قاعدة العديد هي جزء من المزايا الاستراتيجية التي توفرها قطر للولايات المتحدة، فهي توفر ظروفا لا يمكن للجيش الأمريكي أن يحصل عليها في أي مكان آخر في الخليج. ومن بين هذه المزايا السماح للقوات الجوية الأمريكية بهبوط قاذفات B-52 التي تستخدم في الغارات الجوية على سوريا. وفي نفس اليوم الذي كتب فيه ترامب تغريدته، في 6 جوان، شن الجيش الأمريكي غارات جوية من قاعدة العديد ضد مسلحين في سوريا والعراق. قال أندرياس كريغ من قسم دراسات الدفاع في كلية كينجر كوليدج في لندن والمستشار السابق للجيش القطري، أن العديد هي قاعدة هائلة مهمة جدا لجميع الحملات الأمريكية المختلفة، وانطلقت منها عمليات ضد داعش في سوريا والصومال. ومن بين الذين عملوا في قاعدة العديد منذ افتتاحها في 2005 وزير الدفاع الأمريكي الحالي جيمس ماتيس عندما كان قائدا للقيادة الأمريكية المركزية. وتحرك البنتاغون بسرعة لتهدئة المشاكل التي تسبب بها ترامب على تويتر، حيث أشادت الوزارة بالتزام قطر المستمر بالأمن الإقليمي. إلا أن ما حدث يزيد من التناقضات في السياسة الأمريكية الحالية بحسب أولريخسين، الذي قال: من الواضح أن لدينا جناحين في هذه الإدارة، الجناح الرئاسي والجناح المؤسساتي. وأضاف أن ترامب اصطف مع الرياض بعد جولته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، لأن السعوديين عرفوا طبيعة شخصية الرئيس الأمريكي بسهولة وأغدقوا عليه المديح بحيث أقنعوه بدعمهم. وأضاف: عرفوا كيف يتحدثون إليه وقد أعجبه المديح والاهتمام الذي حظي به أثناء رحلته إلى الرياض. تأسست قاعدة العديد قبل 12 عاما، بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديين مغادرة المملكة عقب هجمات 11 من سبتمبر. وفي ذلك الوقت كانت هذه الخطوة تخدم المصالح السعودية، كما ساعدت الولايات المتحدة، إذ أن انتقالها إلى بلد جديد وإنشاء قاعدة العديد وفر لها فرصة توزيع المخاطر في أنحاء المنطقة. وبالنسبة لقطر، فإن العديد توفر لها الأمن من أي خصوم في المنطقة، وهو الأمر الذي ذكرتها به أحداث الأيام القليلة الماضية. وقال كريغ: الأمريكيون يستطيعون توفير شيء لقطر لا يمكن لأحد آخر توفيره. وقد يكون لوجود القاعدة في قطر فائدة أخرى، إذ يرى كريغ أنها يمكن أن تكون طريقة لسيطرة الجيش الأمريكي على الجيش القطري. ولكن تسليط الأضواء على قاعدة العديد يمكن أن يكشف عن أمر كبير في سياسات الخليج. هل يحاول أحد خصوم قطر إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بديلة للعديد في بلاده؟ يقول كريغ أن الإمارات تنظر إلى العديد بغيرة، إذ أنها تود لمنتقلة القاعدة إلى أراضيها. ويقول كريغ: الخطة على المدى الطويل هي إقناع الأمريكيين بالقدوم إلى الإمارات. الضغوط السعودية والإماراتية لنقل القاعدة قد تطرح، رغم أنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك على المدى القصير.
إلا أن الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة قد تشير إلى إمكانية حدوث شيء على المدى الطويل. ويقول كريغ: ربما نشهد بداية هذه العملية رغم أن ذلك قد لا يحدث قريبا.